خذ يا هات تاني خذ هات تاني ما كفايه كده بقى هات تاني يا اختي نهار اسود خذ يا اخوي هات تاني ما كفايه كده بقى يا تعالى انا وديك جنيه انا دافع معاك جنيه وادي هتاخد الكيس كله بالجنيه يا امي انا دافع معاك جنيه انا دافع لك كمان يا روح امه فالكيس ب2 جنيه انا المفروض اخد النص انت مديها 3 وحدات بس انا عايز اعرف معنى كده يا فالي ايه خد يا عم هات يا اختي فالي لا ده انت كده عايز تديني بقى يا امي ما تعصبنيش اديني تاني طب يا ابني الكيس ما انت خدت نصيبك الكيس ده ب2 جنيه مديك جنيه يعني ايه يعني يعني اخد النص طب ما انت خدت اهو ما تضحكش على بقى كل فرد تضحك عليا يا ابني اضحك عليك ليه ما كل واحد خد نصيبه يا امي يا امي انت مداني امي 5 وحدات بس ما هم دول نصيبه يا امي الكشف كتير انا دافع معاك الناس انت وليه انت كل ما اصحى الدش تعبكم دي ايه يا حاج عاجبك كده اديك صحيت ابوكو هو اللي عامل دوش انت قاضي انت بس بقى ابويا بقى ابويا فيا يا عم بابا ضحك على عم وكان جاب عليك شش سعد الدنيا هات يا امي النص ولا يا عم استنى خليها تديني نص كيس والله مش هشاركك في حاجه تاني ما شاركني طب هات طب النص بتاع الكيس يا ابني ما انت خدت اهو يا عم الكيس في كتير يا عم حرام عليك ما تظلميش الظلم حرام يا عم انا ست ظالمه لا يا عم انت مش ظالمه انت ست حقانيه مين قالك ان انا حقانيه انا ست ظالمه ما شاركنيش تاني يا عم يا عم انت ست حقانيه عيب ما تقوليش الكلام ده على نفسك يا عم انا اضرب نفسي ما تشاركنيش تاني انا ست